بعد إصابة الرئيس ترامب المفاجئة بفيروس كورونا، ها هو يقرر التغيب عن المناظرة الرئاسية الثانية المقررة لمنتصف أكتوبر الجاري في فلوريدا إن أصرت لجنة الانتخابات الرئاسية على قرارها القاضي بإجراء المناظرة افتراضيا بدلا من المقابلة الشخصية للمرشحين. قرار اللجنة المنظمة للمناظرات الرئاسية بجعل المناظرة القادمة مناظرة في الواقع الافتراضي كان قرار مرتبط بالصحة العامة لكلا المرشحين بسبب الوضع الصحي أولا لإصابة الرئيس ترامب بالكورونا فيروس، إلى جانب الملف الصحي أو الوضع الصحي لنائب الرئيس بايدن وهو عليه كثير من علامات الاستفهام، والصحة العامة لكافة الحاضرين للمناظرة بشكل أو بآخر. وبالتالي القرار كان مرتبط بالصحة العامة ولم يكن لديه أي نوع من الانحيازات السياسية. ترامب رفض القرار وقال إنه جاء لحماية بايدن قبل أن تقترح حملته تأجيل المناظرتين المتبقيتين لنهاية الشهر الحالي كي يستمر انعقادهما وجها لوجه داخل القاعات. يريد أن يثبت للديمقراطية أن صحته جيدة، ما يزال مؤهلا لخوض هذا السباق حتى نهايته، وأيضا إثبات بأن هذا الفيروس ليس خطيرا كما روج له الديمقراطيون وكما يحاول هو تقديم صورة معينة عن هذه الجائحة للمصوتين الجمهوريين. من ناحية أخرى هو أشار في تصريحه المغتضب حول الأمر إلى أنه يخشى من أن يتم قطع الاتصال عنه أو التلاعب بهذه المناظرة رقميا. أما حملة جو بايدن فقد رفضت الاقتراحات المقدمة من حملة ترامب وقالت إن اللجنة هي التي تحدد مواعيد المناظرات وأنها ستنظم منتصف الشهر الجاري لقاء للإجابة على أسئلة الناخبين. لأول مرة تقرر لجنة الانتخابات الرئاسية تغيير نمط المناظرة من واقعي إلى افتراضي، ولأول مرة كذلك يرفع أحد المرشحين البطاقة الحمراء أمام اللجنة بعد تغيير الاتفاق المسبق. إياد جغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.